مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ازيك يا ليدو؟ ازيك يا كابتن؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. طمنا الأول قبل ما أبدأ أتكلم معاك في أي شيء، عايز أطمن عن إصابتك. الحقيقة أنا كنت بتكلم معاك قبل الهوا، قلت لي الحمد لله أفضل يعني. الحمد لله كابتن. أنا طبعًا بدأت مع الفرقة، وكان معمول لي برنامج مكثف إن أنا ألحق ماتش الزمالك، طبعًا ما لحقتش ولسه شغال في البرنامج، بس إن شاء الله يعني الفرقة أول ما ترجع بالسلامة إن شاء الله من جنوب أفريقيا هبدا معاهم ان شاء الله باذن الله. كان هناك اتفاق يعني مع المدير الفني ان انت عايزينك تلحق ماتش الزمالك؟ بس طبعا ما لحقتش، كان في برنامج مكثف مع الكابتن طارق عبد العزيز وحسين عبد الدايم، طبعا مع جهاز طبي دكتور خالد ودكتور عبد المجيد، والحمد لله يعني ماشي بخطه كويسه في البرنامج، وان شاء الله لما يرجعوا هكمل مع الفرقه ان شاء الله. زهقت يا وليد؟ يعني دايما لعيب الكره لما بتبقى كره القدم بالنسبه له كل شيء، ويعني وليد من الناس الملتزمه جدا بالمناسبه، في لعيبه بتسهر كتير وفي لعيبه، لكن وليد من الناس الملتزمه يعني. فلما بتبقى كره القدم بالنسبه لك هي كل شيء، بتبقى زهقان لما تبقى بعيد عنها؟ طبعا يا كابتن، انا حتى يعني في البيت لما عندي سليم بيلعب بكره كده عايز العب معاه، بس مش قادر عشان الاصابه. يعني الكره فعلا وحشتني، عايز العب، عايز ادخل مع زمايلي في التدريب، وعايز اشارك في الماتشات. الموضوع دايما الكرة بتخلينا ما بنفكرش في حاجة غير في كرة القدم. هل انت مع الإصابة دي عايز ترجع بسرعة، فده مخليك ان انت مستعجل، ولا انت شايف ان انت خدت وقتك تماما في هذه الإصابة؟ لا، انا طبعا الجهاز الطبي قال لي انت كده اخدت وقتك كويس، بس انا الفترة اللي فاتت كنت مستعجل، عايز الحق الماتشات المهمة زي ماتش الزمالك والماتش ماتشات افريقيا. كان في فترات معينة كان باجي فترتين في اليوم تدريب علشان الحق لوحدك. بس كان طبعا بالترتيب مع الجهاز الطبي ومع الكابتن طارق عبد العزيز ومع حسين عبد الدين. كان مطلوب منك ان انت تتمرن تمرينتين، وكنت بتيجي دايما التمرينتين؟ كنت باجي الصبح احضر الفتره الاولى مع الفريق، والفتره الثانيه كانت بعد الظهر بتبقى لوحدي او العكس. باجي الصبح اتمرن لوحدي، ولو للفتره الثانيه التدريب للفريق بتمرن معاهم تاني.